لا زالت الأوضاع في العراق تزداد توترا بعد اتهام المتظاهرين قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي لتفريقهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وهو ما قبلته السلطات العراقية بنفيها استخدام الذخيرة الحية. فقد شهد محيط البنك المركزي مظاهرة حاشدة فرقتها قوى الأمن بالقوة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق البورصة العراقية. وكان محتجون قد أغلقوا جسر الشهداء فيما أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان محتجون قد أغلقوا الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر الذي يطل على الخليج العربي في تعبير عن احتجاجهم على الأوضاع التي تشهدها العراق. متحدث باسم القائد العام للجيش العراقي قال إن إغلاق الميناء كلف البلاد ما يزيد على 6 مليارات دولار حتى الآن. وطالب المحتجين بعدم إغلاق الطرق الرئيسية وعدم شل حركة المرور والسماح للحياة بالسير بشكل طبيعي في العراق. نهيب بالشباب أن يتجنبوا قطع الجسور أولا وأخيرا، هم جاءوا لتقديم خدمة لكل العراقيين بما فيهم أنا المتحدث والآخرين لحياة أفضل. قطع الطرق والجسور لا يقدم أو لا يدفع باتجاه الحياة الأفضل، هو نوع من أنواع التخريب الذي جرمه القضاء بإعلان رسمي. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الإيرانية أنها طالبت العراق باتخاذ كل ما يلزم وتعزيز التدابير الأمنية من أجل حماية مقراتها الدبلوماسية في الأراضي العراقية، وذلك بعد محاولة متظاهرين عراقيين اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء.